إبراهيم، شوف مع بعض التطبيق بيشتغل على التابلت. هو أوتوديسك سكتش بوك، بنستخدم فيه عشان ترسم، بيديك أدوات رسم سهلة جدا، يعني ممكن قلم رصاص مثلا ترسم بيه. في أقلام تانية كتير تبدأ تلون بيها. وأقدر أقول له اقفل الأدوات دي أظهرها، أو إديني أدوات تانية مساعدة إن أنا أسيف، إن أنا أرسم لوحة جديدة، إن أنا أفتح لوحة أبدأ أرسم فيها، إن أنا أتراجع عن آخر حاجة أنا عملتها. تمام، فهو برنامج رسم سهل ولذيذ، وأتمنى يعجبكم إن شاء الله. لو حبيت تخرج منه بمجرد بس بسحب من فوق لتحت تظهر القائمة ديت، أقدر أخرج من خلالها.